قناة آفاق لتعلم لف المحركات الكهربائية. إذا عجبك الفيديو دعمنا باشتراك ولايك وشير. النهاردة إن شاء الله هناخد درس بعنوان قوانين لف المحركات الكهربائية الثلاث أوجه، تشمل طرق اللف وقانون التقسيم وقانون التوصيل وقانون البدايات. طرق اللف المحركات الكهربائية الثلاث أوجه، إن شاء الله الفيديو ده هيكون مرجع لكل فن لف محركات كهربائية. طرق اللف في المحركات الكهربائية تشمل تنقسم إلى طرق إلى ثلاث طرق في الثلاث أوجه: طريقة اللف المتداخل، وطريقة كراون، وطريقة جانبين بالمجرى. النهاردة إن شاء الله نشرح كل القوانين على الطريقة المتداخلة، وفي فيديوهات أخرى سوف نتناول الطرق الأخيرة، طرق كراون وطريقة جانبين بالمجرى. إذا عجبك الفيديو دعمنا باشتراك ولايك وشير. أولا طريقة اللف المتداخل. قانون التقسيم: عدد المجاري على الكلية على عدد 3 فازة هيساوي عدد المجاري لكل واحد فازة، عدد المجاري لكل واحد فازة على عدد الأقطاب المحرك هيساوي عدد المجاري لكل قطب. توضيح القانون: عدد المجاري هو العدد المجموع الفتحات الموجودة داخل شرائح الجسم الثابت. الثلاثة فازة هو مصدر التيار الذي يعمل عليه المحرك، وتقسم المجاري والملفات بالتساوي. هذه قاعدة. عدد الأقطاب هو عدد الأقطاب التي تتكون منها المجاري المغناطيسي تبعا لتقسيم الملفات واتجاه المرور بها. ملحوظة: الغرض من القانون كيفية توزيع الملفات، وبالتالي خطوات اللف هو قانون عام ويطبق على تقسيم المحركات بأي طريقة من الطرق الثلاثة الخاصة بلف المحركات الثلاثة فازة: طريقة المتداخلة، كراون، جانبين في المجرى. قانون عام. مثال لتطبيق القانون: تقسيم محرك ثلاثة فازة 24 مجرى 4 قطب. 24 مجرى على 3 فازة هتساوي 8 مجرى لكل فازة. 8 مجرى على 4 عدد الأقطاب هيساوي 2 مجرى لكل قطب. سوف يتم رسم 24 مجرى لكل مجرى يمثل 2 نون طبقا للقانون، 2 مجرى لكل قطب، 2 مجرى بالأسود، 2 مجرى بالأخضر، 2 مجرى بالأحمر. كده معانا 3 فازة في كل قطب، 2 مجرى لكل قطب. وضع ناتج عدد المجاري لكل قطب 2 مجرى باللون الأسود و2 باللون الأخضر ثم 2 باللون الأحمر، ثم تكرار هذه العملية حتى نهاية 24 مجرى. وضع ملفين لأقربين مجريين متجاورين في نفس اللون. لو نظرنا هنا أقرب مجريين من 1 إلى 6 الملف الأصغر، والملف الآخر من 1 إلى 8. 1 إلى 6، 1 إلى 8، 1 إلى 6، 1 إلى 8. قانون التوصيل. قانون التوصيل المجموعات: المجموعات أي عدد من الملفات داخل نفس المجموعة يكون التوصيل بينهم على التوالي، نهاية مع بداية، والتيار يمر في اتجاه واحد ويكون المجموعة واحدة. أي مجموعة واحدة يكون التوصيل الداخلي بينهما نهاية في بداية. مثال: مجموعتين تكون نهاية بداية، طبعا نبدأ من أي طرف، من الطرف واحد، هذه نهاية وهذه بداية، يتم التوصيل نهاية في بداية داخلي داخل المجموعات، المجموعة الواحدة. ملحوظة: طبق قانون على أي مجموعة داخل أي محرك ثلاثة فازة بأي طريق، إعادة تلف المجموعات الواحد عادة تلف المجموعات الواحدة بدون سلك لحام، وراء اتجاه التسقيط بحيث يمر اتجاه في اتجاه واحد. قانون التوصيل بين المجموعات: إذا كانت المجموعات غير متجاورة يكون التوصيل بينهم نهاية مع بداية، والتيار يمر في اتجاه واحد، وعدد الأقطاب يساوي ضعف المجموعات. معنى إيه؟ الرسم كده: محرك، المجموعة الأولى
والمجموعة الثانية تكون التوصيل بينهما بداية من أي طرف؟ نهاية، ودي بداية، والتوصيل نهاية في بداية، والتيار، ودي اتجاه مرور التيار، في اتجاه واحد. نلاحظ أن التوصيل نهاية المجموعة الأولى مع بداية المجموعة الثانية، والتيار يمر باتجاه واحد داخل المجموعات، ونستنتج عدد الأقطاب يساوي ضعف عدد المجموعات. عندنا في هذا المحرك مجموعتين، إذن المحرك 4 قطب. قانون التوصيل بين المجموعات المتجاورة. القانون: إذا كانت المجموعات متجاورة والتوصيل يكون نهاية مع نهاية والتيار يمر في اتجاه معاكس وعدد الأقطاب يساوي عدد المجموعات. عندنا محرك 24 مجرى، مجموعة أولى، مجموعة ثانية، كما نلاحظ أن التوصيل داخل نفس المجموعة نهاية في البداية، بداية، نهاية المجموعة الأولى، نهاية المجموعة الثانية، يتم توصيل نهاية المجموعة الأولى مع نهاية المجموعة الثانية، ويكون عدد الأقطاب هيساوي التيار. هنا يمر باتجاه معاكس، لو لاحظنا اتجاه التيار عن طريق الأسهم فإن التيار يمر في اتجاه معاكس. نلاحظ أن التوصيل نهاية المجموعة الأولى مع نهاية المجموعة الثانية، واتجاه التيار، التيار يسير داخل المجموعتين في اتجاه معاكس، وعدد الأقطاب يساوي عدد المجموعات، وهنا 2، إذن المحرك 2 قطب. قانون البدايات. أولا، الرموز المستخدمة للبدايات والنهايات في المحرك. هناخد فكرة عن الرموز. النهايات: الفازة الأولى U X، الفازة الثانية V U، الفازة الثالثة W Z، أو يمكن استخدام رموز أخرى: نهاية وبداية. الفازة الأولى U1 U2 نهاية، V1 بداية، U2 نهاية، W1 بداية، W2 نهاية للفازة الثالثة. قانون البدايات: بداية الفازة الأولى تبدأ من أي طرف داخل المحرك؟ بداية الفازة الثانية V يبدأ من المجموعة الثالثة المارة في نفس اتجاه بداية الفازة الأولى، هيبان معنا بالرسم البياني. بداية الفازة الثالثة W يبدأ من المجموعة الخامسة المارة في نفس اتجاه بداية الفازة الأولى. هنا عندنا محرك 24 مجرى، هتبدأ الفازة الأولى من بدايتها من أي مجموعة؟ هنبدأ من مجموعة واحد، من المجرى واحد، تمام. عندنا المجموعة الثانية لو لاحظنا بالألوان، والتوصيل نهاية في بداية داخل المجموعة كما علمنا سابقا. المجموعة الثانية هتمر في المجموعة الثالثة المارة، لو عدينا عدد المجموعات، مجموعة أزرق، مجموعة أحمر، المجموعة الثالثة الخضراء، بداية هي الفازة الثانية. المجموعة الثالثة هتكون المجموعة الخامسة، لو عدينا عدد المجموعات، هنا عدد المجموعات عندنا 2 مجرى، هتكون المجموعة الخامسة هي المجرى التاسع والمجرى العاشر، والتوصيل النهاية في البداية. ملحوظات على قانون البدايات: في حالة المجموعات الغير متجاورة من الممكن أن تبدأ الفازة الثانية من المجموعة الثانية والفازة الثالثة من المجموعة الثالثة، وهذا القانون عام يمكن تطبيقه. القانون السابق للبدايات التي سبق ذكره هو قانون عام يمكن تطبيقه على أي محرك 3 فازة بأي طريقة من الطرق الثلاثة، ويمكن العد من الجهة اليمنى للبداية الفازة الأولى أو الجهة اليسرى. إذا عجبك الفيديو ادعمنا باشتراك ولايك وشير.